صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 5 لسنه 2022 بتعيين مديرين في مجلس المناقصات والمزايدات جاء فيه يعين في مجلس المناقصات والمزايدات كل من السيد احمد عبد الله السعدون مديرا لاداره المواصفات الفنيه والتاهيل السيده ريمة عيسى حسن يعقوب مديرا لاداره التقييم الفني.